أجواء من البهجة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، شهدتها المولات التجارية والمطاعم والكيانات المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير تخفيضات للمواطنين خلال هذا اليوم، مشاركة منها الاحتفالات بهذه الذكرى الوطنية. يوم 30/6 يوم جميل جدا، ومبادرة كلنا واحد عاملين هنا خصومات حلوة جدا. تقريبا 3 سنة على التوالي ان احنا نيجي المولات ونلاقيهم عاملين ديسكاونت كبير قوي. نشكر مبادره كلنا واحد، مبادره حلوه جدا بصراحه، انا بستناها من سنه للسنه. شكرا للرئيس على المبادره 30/6 لانها بتبقى مخفضه الاسعار اكتر. يوم جميل، وبنشكر سياده الرئيس على الخصومات وعلى العروض، ودايما مصر بخير يا رب باذن الله. الحقيقه انا شايف كل المحلات هنا في جميع المولات او اغلب المولات في جميع محافظات الجمهوريه بتقدم تخفيضات جميله جدا جدا، بتجذب من خلالها المواطنين المصريين، عشان مش بس كمان ان هم ينزلوا لكن كمان يحتفلوا بهذه الذكرى اللي احنا بنفتخر بيها، وان شاء الله هنعيشها سنين وسنين، يعني فخورين بمصرنا الحبيبه وبالقياده الحكيمه بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 69 مولا تجاريا و348 كيانا ما بين سلسله تجاريه ومطاعم ومحال ودور عرض سينمائي وملاهي ومستشفيات ومراكز للأشعة والتحاليل، بإجمالي 3315 فرعا على مستوى الجمهورية مشاركة في المبادرة خلال هذا اليوم بتقديم تخفيضات وخصومات خاصة على منتجاتها وخدماتها. أنا نزلت النهاردة لقيت عروض كويسة بخصومات كويسة بمناسبة 30/6، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية. 30/6 بالنسبة لي طبعا ذكرى حلوة جدا، لأن الشعب كله طبعا بيفتكر يوم الثورة، فلما بننزل البازارات بنلاقي كل الناس حاملة خصومات جامدة قوي. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر، هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. بنزل اشتري احتياجاتي في اليوم ده، وبيبقى فيه اكتر من حاجة بقدر أجيبها، بيبقى فيه خصومات كتيرة في الأماكن والمحلات. إقبال كبير من المواطنين على الكيانات المشاركة في المبادرة وسط مظاهر احتفالية وتسابق الجميع لتقديم التهنئة بهذه الذكرى الغالية، والشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعكس حرص الوزارة على دعم المواطنين ومشاركتهم لاحتفالات الوطنية بشكل مميز ذو بعد اجتماعي. النهاردة يوم سعيد على المصريين كلهم، لأن دي نقلة في حياة المصريين كلها. كل سنة وكل مصر طيبة، كل سنة وحضرتك يا ريس طيب. نزلنا النهاردة في احتفالية 30/6، وكان في تخفيضات في المولات كويسة جدا، وبنشكر سيادة الرئيس على الاحتفالية العظيمة دي. يوم كامل من العروض والتخفيضات الخاصة على المنتجات والخدمات المتنوعة، استمتع معها المواطنين بالأجواء الاحتفالية واستفادوا من التخفيضات المتنوعة. إطلاق هذه النسخة المميزة من مبادرة كلنا واحد خلال احتفالات 30 يونيو إنما هو تأكيد على الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية الداعم للمواطنين، والحريص على مشاركتهم إحياء المناسبات الوطنية بشكل يسهم في تخفيف الأعباء عنهم ويرسم الفرحة على وجوههم.